راسك معجون بوشكري؟ احنا قصنا هيك قصه يا بي. قولي لي شو بيت عمك شو عم يحكوا؟ يا بي هاد شكري حاطط الشر بين عيونه. يمكن شو يمكن؟ حاجة تأتي قولي لي شو حكوا قدامك شي ما حبيته؟ انا خايف يكسر لك كلمتك بين الناس. شنو هاد شكري مانو رادد على حدا وبده يقتله؟ مو على كيفه. شو شغلي سايبه؟ نحكي مع ابوه؟ والله شكله عمي مو ماين على ابنه يا بي. انا هاد اللي شايفه والله يستر من اللي جاي. يا مو بيت عمك سمعوك شي لا سمح الله؟ لا ما سمعوني شي، بس هاد شكري مانو قاعد عائل. اخي انت ليش ما بتعمل عرس وبتخلص من هالقصة؟ وهيك شو ما صار بتكون سهيلة عندك واحمد ما عنده يطبخ ساعتها. وهو هيك يا سهى. يا مو بدي اياكي تروحي لعندهم بكره وتستعجليهم بجهاز سهيلة وقولي لهم انه العرس باخر هذا الاسبوع. انا هذا رأيي. عم بكره الصبح بتروحي لعند الجماعة وتنهي لي الموضوع كله وتريحي لي ابنك بقى حاجة. لك من عيوني. ايه انا يوم المونة شوف ابني عريس ان شاء الله بتطلع على قبري. ايه بعيد الشر عن قبرك يا مو. والله لضل صلغط لك طول ليلة العرس وضل ارقص 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 لحتى اهلا. بس الله لا يحرمني منك يا اختي. شو حضرة المحامي انتي خرجت ترقصي طول الليل بعرس اخوكي؟ ايه لك ما بتخافي يطعجوا ايديكي برجليكي وما بتعرفي تمسكي لك؟ مو مشكلة، يومين بلدي راسها لعيونه لاخي. الله يخلي لي اياكي يا احلى محامية بالشام كله. بخيل قلبك. اللهم صلي على النبي. لك احمر من جوا ومن برا الخلال، لك احلى من خد العروس المخلال. جليق سكاكي، جليق قصات، جليق حواجب ملايط، جلخاتي جليق، جلخاتي يا جليق. تعا تعا. حاضر حاضر. بدرس دراسة بسام. امور حبيبي. الصلاة على النبي. لك شوف يا المخلل، لك مو احلى من خد العروس. الله صلي على سيدنا محمد. لك مو بس هيك وطعمه يا ابو بسام. طعمه طعمه طعمه. لك ابو معروف ايش انت دقتهم؟ لك انا شفت شي قرش منك. صلى على النبي رح نشتري منك بس دوينا شافه بعدين بنتحاسب. ما في دواء هيك لك ابو معروف. تعرف هدول الناس اللي اجوا لعنا على الحاره الجداد ما طقتهم البنوب انا. ليش بقى؟ شو ليش؟ لك كانه ما بيعرفوا لا مخلل ولا فليفلي ولا خيار ولا مكبوس ولا اي شيء. لك لهلا ما شفت قرش واحد من هون. يا طول بالك بس عم صلي على النبي لا يركب الجماعه وهيك ويقعدوا ويرتاحوا الا ما يشترون عندك. طول بالك شو جبها. بفكر حالك احسن منهم انت معروف. روح ارجينا على دكتافك. روس درزي عمي روح. الله يلا حسبي الله ونعم الوكيل عليك. احلى من خد العروس هالمخلى احمر من جوا ومن برا لحاله هالمخلل. تعال يا الكفني تعال يا الكفني. يا مو. ايه يا مو. انت ليش تجوزتي ابو معروف وليش ما ضليتي عايشه لحالك بعد المرحوم ابي؟ يا مو الحرمة بدها رجال يقوم فيها يعني بس تكبر يقدم لها أكل يداويها إذا مرضت. إيه بس خالي أبو عادل موجود يا مو. يا مو خالك يا دوب يقوم ببيته. الله يرحمك يا أبي ما في أحسن منك. الله يرحمه. ما بعرف ليش ما تقتل جوزك. لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله. أهلين صهري. أخي لا أهلين ولا سهلين. خير؟ ليش لابس وشك بالمقلوب؟ هيك أخي حر ماني مروق. إن شاء الله جاي تشتكي لي على أختي. لك مو على أختك. يا ريت أختك عبنت عبنت الله لا يوفى. شبهها ما عم تخليني ارتاح ببيتي يا أبو عادل. طول بالك وكبر عقلك وادعي لها الله يبعث لها نصيبها. الله لا يوفى ويبعث لها اعمى قلب يخلص منها بجاه النبي. ابو معروف اليوم المساء بمرق لعندك وبحكي معها. من شان الله لا تنسى ابو عادل. خلص ولا يهمك. يلا سلام عليكم. الله معك. مع السلامة. الله يلعن الساعة اللي ابتلينا فيها هالبلوي.
يامو يا يامو. شبك محجوب؟ انا رايح اجيب خبز، ايش كان بدي خضره اجيب لك طريقي. لا يا مول لا تطلع، انا بروح على السوق. انا بروح. مو عيب يا مو، مو عيب تروحي انت على السوق، عندك رجال بالبيت. خلاص يا مو انا بروح، ما اطول عليك. دير بالك على حالك يا مو. رضا يا مو رضا. الله يرضى عليك ويحميك يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحضرتك شيخ عبد العليم نحار الضباء؟ إيش كان ما خاب ظني، أنت العقيد راتب نحارة الماوردي. أهلين شيخنا. أهلين يا مريحة الحبايب. طمني عنك، شلونك؟ شلون صحتك؟ الحمد لله، نشكر الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين. طمني يا ابني، إن شاء الله حالتكم ما تعرضت للضرب كثير. والله يا شيخي أكل ضرب كثير، وأغلب البيوت على الأرض، بس أنا كنت برات الحارة، مشان هيك نفدت. أهلك يا ابني، أهلك. بتعرف شي عنهم؟ والله ما بعرف شو بدي أقول لك يا شيخي. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني ما بتعرف أي خبر أي شي عنهم؟ أهلي كلهم ماتوا. أنت متأكد من هالكلام اللي عم تقوله يا ابني؟ الله يرحمهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. المهم شيخي، الحي أبقى من الميت. أنت طمني عنك، كيفك؟ كيف أمورك؟ الحمد لله يا أبي، الحمد لله. أنا معتكف في هالجامع وساكن فيه، مع أنه أبو عزام يشهد الله ما قصر معنا وأوانا كلنا ببيوته، بس أنا لقيت الأنسب والأريح لي أني أبقى بالجامع هذا. الله يقويك يا شيخي. أنا بدي استأذن منك، بدي روح سلم على الزعيم أبو عزام لأنه صاحب الوالد الله يرحمه. إيه شو علي؟ الله معك يا أبني، الله معك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بسم الله ونعم الوكيل. حمرا وريان البندورة. يا كريم بلدي يا خيار يا جبار يا كريم. أسود وقلبه أبيض البيتنجان، أحمر من برا ومن جوا المخلل. يا برودي البطاطا، للمونة يا توم، دايخ وبيدوخ الفليفلة. عليكم السلام. أهلين محجوب، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أبو حدو، يخلي لنا يا تعا شفني تخلنا الخيار. يخلي لي يا معلم، بدنا نرط الخيار وقت البندورة معي. على عيني وراسي. ها علي عمي محجوب، خطلوا مع السلامة عمي. الله يسلمك عبد السلامة، يخلي لنا يا ميت. أهلين وسهلين، نورت الحارة والله. الله يبارك له. ربع وراء يا ولد. هاي لحوسك يا ولد. محجوب شكري ولد، انا عدالك يا واطي. اقول ما كن يا شباب. شكري 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 يا لطيف. شكري شكري لك يا مرتي. شكري هون يا شباب، على الدخان. لك يا شكري، لك يا رمزي محشوب. قولوا بقول يا جماعة، لك يا محشوب يا شكري، لك وحدي والله يا شباب. شكري لا محشوب، لك شكري شكري. لك طولوا معكم يا شباب. اسمعوا لا صغير، لأنك طايش هالمرة علمت عليك تعليم، بس في شغلة لازم تعرفها. أنا أخوك رمزي، ما قتلته ظلم. لما بدك تواجهني مثل رجال ليكني قدامك حاضر. روح روح تخبى بحضن مامتك. روح شكلك محجوب. ليش؟ يا مين؟ خلاص. ما كان لازم محجوب يطلع من السجن.
ويعلق مع بيت أبو رمزي من أول وجديد. طيب طلع شو نعمل؟ شكري ما رح يسكت وبده ياخد بتار أخوه، ولسه الخير لقدام، بده يصير مشاكل بالحارة من تحت رأس هون إلى أول ما لها أخير. الله يهدي الباب، الله يهدي الباب. بدل محجوب ما يعلق مع شكري يروح يدور على أخته الهربانة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. يا رب دبوسك يا ولد، دبوسك يا ولد. يا رب. السلام عليكم يا جار. وعليكم السلام. السلام عليكم يا كبير. أهلا وسهلا بالعقيد راتب لك. نورت الحارة لك ابني. منورة بصحابها، منورة بصحابها. تسلم يا رب. يا عمي بعزام لك طمني، كيف نفدت انت؟ ربك تلطف، لما صار الضرب كنت برات الحارة. إيه الحمد على السلامة. طمني لك ابني، أبوك شو أخباره؟ طمني عنه. والله يا كبير، من كتر ما انقهرنا على الشام ما ضل دموع نبكي. الله يرحمه. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ليك راتب، هاي الحارة فيها ناسك وأهلك، وأنا مت أخوك الكبير. إيش كان لزمك شي من عيني هاي قبل هاي، لبي ما الله يفرج عليك ويلتم شملك. كل عمرك كبير يا عمي أبو حسام، كل عمرك كبير ومفضل. شو علي يا محجوب الواطي؟ شو علي؟ طول بالك كمان، ما بيصير هالحكي. يعني حلو هيك اليوم والتاني علقة، لازم نخصمها من الآخر يا أبو رمزي. الله يطول عمرك بقى، بدنا خصمها. حسبي الله ونعم الوكيل. طول بالك عمي أبو رمزي. شكري، صرنا ألف مرة حاكين، كف بلاق عن الزلمة. يعني هالمرة القضيت هيك، تعني مرة كيف بدك يا تنقضى؟ ما في مرة تانية بسام، ما في مرة تانية. المرة الجاية رح بشحطه هون قدام أهل الحارة كلياته، وغير شخط ماني شاخته. صبر جميل وبالله المستعان، صبر جميل وبالله المستعان. خلصنا بقى شكري، اعتقل الزلمة في الضصيرة. يا سيدي ماني عاتبه، وواحد مننا بده يموت، يا أنا يا هو. لك لو آخر يوم بحياتي لو على قطع هي بدي اشفي غليلي منه. تصطفل تصطفل عمي. ايه عندي شغل أنا. حالي يا بي، سلام عليكم. جاي يا بي. الله معك. لسه بدنا نحكي. وأنا كمان عندي شغل. بدك شي عمي أبو رمزي؟ الله معك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا بي خليني اخذك على البيمارستان يشوفوا لك جرحك، بلكي بده دواء تعقيم. مو مستاهل يا بي، مو مستاهل. مش بسيط بطيب لحاله. لا حول ولا قوة الا بالله. اصبح خليني اخذك على البيت. ابي شوي ثانيه بروح لحالي. خلص لا تاكل همي، عود انت وريح لي حالك، لا تاكل هم. مثل ما بدك. يولي يا حصيني يا بلقوس، اقلط جاي اقلط. يولي ما تستحي، قاعد تساوي خرابيط بالحارة. طولوا بالكم يا جماعة، خناقة صغيرة وانتهت. مثل ما عم يقول لك الوالد عم بشعال، خناقة صغيرة ونقضيت. يول قلت لي كونا صغيرونا، كونا صغيرونا، وكل ما صارت كونا بالحارة تسحب الخنجر. شنو هذا؟ ها شنو هذا؟ شهوة ولا وحمة؟ ايش حطوه؟ لوين اخدينو؟ حرك لك شكري. لك لوين اخدينو؟ خلاص بمشي لحالي. يلا حرك. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. سلامة، طمنيني على وضع أبو سليم، إن شاء الله أحسن. إيه أحسن، إن شاء الله حطلعوا هالكم يوم من المشفى. إيه ألف الحمد لله على السلامة. لك الله يرجع لك إياه بالسلامة يا حق. امسكي، شو طابخة؟ لأنه كتير جوعانة. حبيبة قلبي عملت لك مجدرة، يلا قومي بدلي أوعيكي لبين ما حضر الصفر أنا. يلا. يبعت لي حمى عليكي.
حرام. رمزي محجوب. لك رمزي شو عم تعمل ببيتي يا رفي؟ شو عم تعمل ببيتي يا رمزي؟ عم تفوت على بيتي؟ عم تخوني بحريماتي يا قليل الشرف؟ قتلتني قتلتني يا محجوب. شكري غلط غلطة كبيرة ولزوما يتحاسب عليها، وحنا ما درينا انه محجوب انهزم من سجن القلعة الا لما سمعنا بلكونة. بس ما حلو منك مختار، جاي عم تتوسط لواحد اسعر كرمال هيكتك. معلش يا جماعة بدنا نسامحه، محجوب كان بالسجن ورب العالمين اطلع بوشه وطلع، ما بدنا نعمل ضبط من شان ما نتعدى بخطيته. أنا لجل هيك يا مختار ما رضيت أحبسه، بس هذا ما يعني أن نتغافل عنه بالمرة الجاي. خلاص أنا بوعدكم أنه ابني شكري ما يتعرض له من اليوم ورايح. منيح زين حيل يكتب تعهد أنه ما يتعرض له، واني ما افتح مهضر، بس النوبة الجاي ما أقدر أسويها ما أقدر. كتر الله خيرك. الله يقدرني على مكافاتك يا حضرة اليوز باشي. بس يا أبو رمزي المكافأة هالمرة جماعية. لحد عليك يا أبو منشار لحد عليك. يا عليك يا أدرية، حماتك بتحبك، يلا شاركينا يلا. إيه بس أنا ما بحب حماتي ولا بحب هالأكلة هاي، حرام تكون سفرجلية ولا سمائية مع شقف اللحم بعظمه. يلعين تطرق وبلا هالكبرة النفس، يلا كلي كلي واسكتي. هاتي هاتي أصب لك أطيب من السفر جلية خيتو. هاتي أربي. والله هاتي رح أحط لك بصل. يا سلام حطيلة مسترجين. لا معي مخلل خدي خيتو. طيب كلي. ايه لك يا جماعة أنا حاسة حالي غريبة عن الحارة، لك لا عم شوف حدا ولا حدا عم شوفني. يخرب بيت النسوان هالحارة، لك ما بيتنازلوا يسلموا على حدا؟ لا انت غلطانة، والله اجوا لعنا نسوان الحارة كلهم، انا وبغوران، بعدين اجت لعنا مرت المختار واجت مرت ابو حزام. يا حبايب قلبي وعدنا قاعدة بتاخد العقل، اي نسوان بينباسوا من بين عيونه وشبكي. لك ليش انا ما حدا عم بيتعرف علي؟ يو انت مالك معروفة مثل حكايتنا، انت مو من حارتنا حبيبتي. بالله شو؟ والله بدك تسأليهم إلهم، نحن شو دخلنا؟ هيك لك. محجوب؟ ما بدك تقلي شبك يا مو، من لما أجيت وأنت ساكت وقاعد صفنان ما حكيت ولا كلمة، لتكون تعلقت انت وشكري بالطريق. يا مو ما رح كذب عليكي، شكري حاول يقتلني بس ما قدر، وانا ما كان فيني اقتله بس علمت عليه وسنحته، ما بدي الناس تقول عني قتلتها.
هيك لكان. وبعدين مع هالقصة يا محجوب، بعدين مع هالقصة. شو مشان محجوب يا ابو مشعل؟ عم تتستر على هيك ناس هربانه من السجن؟ هي وحده عليك؟ الحس شو تريد مني يا ابو منشار؟ ما بصير تغلط هيك غلطه ابو مشعل وتتستر على ناس عامله هيك عامله، وهذا القانون رح يحاسبك عليه. والله انا حاسس انك جاي تتلقوس من وراي لما تاخذ هذا الكرسي وتقعد عليه وحيدك. انا يا ابو مشعل؟ اعوذ بالله، اعوذ بالله من كلمه انا ما بطعم فيك ابو مشعل، بس انا عم نبهك ليقوم يجي حدا ويطق لك برغي بالداخليه، ساعتها بتعرف شو بصير. تطمن، ما بي حدا يريد يطق لي برغي بالداخليه الا ان شان ليك انت ثلثين الخاطر. اطمن ابو مشعل، سرك كبير ما له قرار. اي زين زين حيل. لكن انا قدريه خانم، ما حدا بيجي لعند مني ويروحوا لعند الست بوران وام زكي. ايش عليه لك تضرب هالحاره؟ شو كرهانتها؟ على شو حابينا ما بعرف. أنا بورجيك يا أبو نحلي، بدي دم وراك لنرجع الحارة تبعنا. يا مو يا مو بيت أمي. ليتني يلا جاهزة، وصلني على بيت عمك، خلينا نخلص اليوم من قصة الجهاز، وبركي فرد مرة باخذ معي سهيلة لعند الخياطة. لا خلص يا مو، بلا ما تروحي. ليش خير؟ شوفي هلا وانا جاي على البيت سمعتهم بالحارة عم يقولوا انه شكري ومحجوب متعلقين بالسوق، وشكري منصاب بايده. يا لطيف، وان شاء الله ما له متأذي كتير. والله ما بعرف يا امي، المهم لا تروحي هلا، وانطري لتهدى الامور شوي. وينك؟ خبرت ابوك بالقصة؟ هلا وانا راجع على الدكان رح خبره، بس قلت بمرق لعندك بخبرك بلا ما تروحي. اي خير ما عملت. خلص لك روحتي مو ضرورية، بس الله يرضى عليك لا تنسى تروح تطمن على ابن حماك، عيب مو حلوة. هي كيف لكان؟ بلا ما يقولوا عنا شمتانين فيهم، حاكم شكري لسانه طويل، بس ليطلع من الكراكون بالأول. ليش راح على الكراكون كمان؟ هي أمي. لا خلص لكان، هلأ أفوت بغير أوعيي وبقى بروح لعند منا تاني مرة، زيارة عادية بشقة عادية. خير ما بتعملي يا أمي، يلا بخاطري. الله معك تقبرني. خلصنا يا أمي، خلصنا، ما فيني شيء، خبش هذا مو جرح. لك أمي شو بدك من العلقة؟ شو بدك منه؟ تقبرني؟ أنا عندي ضفرك بيسوى عائلته وعائلة عائلته. بوس إيدك، برضاي عليك بعيد عنه. بعيد عنه؟ إيه؟ لق علي الحلال مالي تاكل حتى سبحه بدمه لهالندل. مو أنا اللي بتعلم علي يا أبو، مو أنا اللي بتعلم علي. لك يا رجال شو ساكت؟ احكي مع ابنك، الظاهر ما دام فوت الكراكون. ابني راسه يابس ولا 60 بلطة بتجز له راسه، شو سوي له؟ لك يا اخي مشان الله خلص اتركه، يلي فات مات، نحن اولاد اليوم. لك انت شو عرفك؟ لك اختي علي الحلال ما بتعرفي شيء، لما قتل اخوك قدام عيوننا ما حدا قدر يرد الصوت، من يوم دمي عم يغلي غلي من يومها. والله بعرف حاسه فيك، بس نحن خايفين عليك، ما بده يصير عليك شيء بسببه. يا امي انا شايف الضوء من عيونك، الرجال بين دمه سهل ما رح تقدر عليه. خلص اتركه، كل مين له نبي يصلي عليه. لا يا مولا بقدر عليه وزياده، وداري بدي اخده من محجوب لو اخر يوم بعمري. لا اله الا الله، لا اله الا الله، دق المي وهي مي. قوم لك امي، قوم تقبرني، روح على بيمارستان، خايفه جرحك يلتهب، قوم الله يرضى عليك. لك يا مبوس ايدك، مبوس ايدك، عمل لك جرحي ما في شيء، شغله بسيطه عرضيه.
لفوا على الموضوع وسكروا سيرة بقى. سويلة انزلي اعملي لي كاسة شاي خليني اروي دمي روحي. علي أوه. ديري بالك علي، لا تخليه يطلع من البيت، انا راجع على دكاني، مفهوم؟ طيب ريح امي ريح. هيك حتضلي واقفة؟ ايه قعدت لك. شو هالحكي؟ مثل ما عم اقول لك يا ابي، ولموا كل السوق عليهم حتى اجوا جماعة الكركون وشحطوا لشكري. الله لا يوفقك يا شكري، هذا الولد مو بصلي على النبي ولا عم يسمع الكلمة. يا ابي انا خايف تنعاد مرة تانية، ساعتها محجوب رح يقتله، هي المرة بس علم عليه، بس المرة الجاي ما رح يتركه. انا ما رح اسمح بهالشيء، وشكري رح وقفه عند حده، ومحجوب لازم يطلع من الحارة، مو على كيفه. بس مو حرام يطلع محجوب من الحارة يا ابي؟ الزلمة كافف بلاء عن شكري وما بده يعمل مشاكل. ولو كان وجود محجوب بالحارة عم يعمل توتر كبير لبيته ورمزي، ونحن يا بي ما بدنا يوقع الفاس بالرأس مرة تانية. معك حق يا بي، معك حق. يا سريا يا حبيبتي، انت أنسة مدرسة وما بصير تتأخري عن طلابك أكتر من هيك. لك شلون بدك تلحقي لهم نقرأ الدروس اللي راحت عليهم؟ شلون؟ لك والله بعرف إنه ما لازم غيب، بس اللي صار معنا مو قليل منه. رح حاول كسف دروس وعوض الأيام اللي غبت فيها. بصراحة المديرة سألت من شانك كذا مرة، أنا سبق وشرحت لها شو ظروف كان بالبيت وهي قدرت هذا الشيء. بس لا تنسي يا حبيبتي إنه الخالق أم منصور لما تشوفكن أنت وأختك رجعتوا لحياتكن الطبيعية أكيد حترتاحوا ويهدى بالها. أنا بفهم يا كرم، عم حاول نسيها، حتى أختي وداد عم تعمل نفس الشيء. الحياة بدها تمشي يا كرم. طبعا هلا أنا ححاول طلطل عليكن كل ما صار لي على البيت مشان نقعد مع أمك. خطي يكتر خيرك، ما بتقصري. لك شو عم تحكي أنت، عيب الشوم عليكي، نحن أخوات وزملاء بالتدريس. الله يسامحك. امشي امشي. السلام عليكم. السلام. مي شو يا ما؟ أنا فايت أسأل بالقهوة جوا، إلا ما يكون حدا بيعرف شي عن بي. استنيني هون. طيب يا مو لا تأخر. ماشي. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا عمي عمي حضرتك ابن الحارة من هين؟ يا عمي أنا بداي الحارة، مرني. أنا اسمي يحيى ابن العقيد أبو النار. والنعم قالوا لي إنه بي موجود هون بالحارة، تعرف عنه شيء؟ يا عمي وصلت، أبو النار مرتبنا بالحارة وساكن ببيت الأفكار. عن جد عم تحكي عمي؟ إيه طبعاً عن جد. الله يبشرك بالخير، فيك تدلني على بيت الأفكار؟ إيه ليش لا؟ قطع لهم باب القهوة، أعيدك الشمال دغري دغري، بعدين بتلاقي زاروبة بتفوت فيها ثالث بيت على الشمال. يعطيك العافية عمي. الله يعافيك. شكراً. مهون إيه؟ الحمد لله يا أمي الحمد لله، بيي طلع عايش. عايش؟ إيه عايش. ألف الحمد لله يا رب، ألف الحمد لله. وقاعد هون بالحارة عند واحد اسمه الأفكح. إيه وين بيته هذا الأفكح؟ هلا صاحب القهوة يدلني على بيته، هلا بطريقنا أي حدا بنرجع بنسأله بدلنا مزبوط. يلا يا مو خلينا نروح. يلا أمي يلا. يلا حبيبي يلا. الله يعطيك العافية يا سعيد، عم عزبك معي. ولو يا عقيد، والله بحبك من صمصيم قلبي. ويا ريتك تضلك هون ساكن، بحطك على راسي. الله بحييك ويرحم ابوك، كثير كان صاحبي. وهو كمان كان يحبك، ما يحبك اليوم. كان يحكي عنك بالمنيح دوم الدوم. ايه بس ماله حظ بهالدنيا. رحمة الله عليه. يا ما قلت له تعسكر عندي بالحارة واشتغل معي بالدكانة، ما رضي. يعطيك العافية. هذا أكيد أب معروف، شم ريحة الأكل أب إجا. كرمال الله لا تفتح له. ما بصير عقيد، بركدان مو هو، بركدان أبو عزام جاي يزورك. بجوز والله، بس إن شاء الله ما يطلع أب معروف. ننتزع نهارنا كله والله. أيوه إجا. مرحبا أخي. أهلين. هون بيت الأفكار؟ إيه هون. شو المطلوب؟ مين حضرتك؟ أنا اسمي يحيى، بكون ابنه للعقيد أبو النار، ومعي أمي. أنت يحيى؟ إيه. عقيد؟ يا عقيد؟
اجا ابنك من بيروت هو حمدة. شرفوا شرفوا ابني يحيى. يا بيه الحمد لله على السلامة. اهلا وسهلا شرفت والله. عقيل حلت علينا البركة تفضلوا. اشتقت لك يا بيه. الله يرضى شغلنا عليك انا امي يا بيه. الله يرضى عليك. لك ليش عم تبكي بيه؟ ليش؟ الله كرمني فيك ورجعت لي بخير وسلام. ألف الحمد لك يا ربي. ألف الحمد لك يا ربي. الحمد لله. الحمد لله بي. الحمد لله. الحمد لله على سلامتك يا وفاء. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. خير عمي أبو عزام بعت وراي. ليك شكلين ما بحكي ومالك طلع من هون قبل ما تقلي ليش قتلته لرمسي، وإلا قسما بالله أنا اللي راح يهدر دمك بإيده. قلي لشوف ليش قتلته. ولك ابني كرمال الله اللي ليش قتلته؟ رح اقول لك ابو عزام، بس بدي توعدني ما احكي لك شيء بيطلع لبرا، يضل الموضوع بيني وبينك. ما بحكي لحدا. عود عم اسمعك. يوميتا كنت راجع لبيتي بعد نص الليل وبشوف رمزي حبيبي ورفيقي وصاحب عمري، شوفه طالع من باب بيتي. شو كان عم يعمل بيتك؟ كلك مفهومية أبو عزام، كلك مفهومية. يعني هلا لهذا سبب اختك هي سران هربت من البيت؟ هربت قبل ما الحق قتلها. ليك محجوب سرك كبير وانا ما راح احكي لحدا بنوب وشو ما صار، وشكري انا بتفاهم معه. بعدين عمي ايش كان بدك تبقى بالحاره؟ ما حدا بيمنعك. أمرك عمي أبو عزام أمرك، بس بعد إذنك بدي منك شغلي. مور أنا ما حدا عم بيرضى يشغلني، ومو صفيان معي ولا فرانك أصرف على بيتي، فإذا بتأمل لي أي شغلة بمعيتك. إيه شو علي أمي شو علي؟ في عنا الزبال اللي بالحارة أعطاك أمره وأنت بتعرف هذا الشيء، يعني الحارة بدها زبال. بعدين لك عمي الشغل مو عيب ابدا مو عيب. يا انا موافق، المهم شغله بترضي رب العالمين. السلام عليكم. وعليكم السلام. طول بالك شوي عمي طول بالك. خود هدول بتشتري بقشه بتوابعها والباقي بتخلي معك مصروف للبيت، بس اوعك اوعك تعلق مع شكري. فهمت؟ الله يجبر بخاطرك يا عمي أبو عزام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله اللي رجعنا واجتمعنا، وإذا حابين تسكنوا هون بالصالحية يا ميت أهلين وسهلين. بكرة بدور على بيت استقري، إذا ما مشي الحال شوف أبو عزام يساعدني بهالشغلة. ما شو قلتوا؟ كتير منيحك يا بي كتير منيح. أهم شيء إنه نضل أنا وأمي قاعدين جنبك هون بالحارة. الله يرضى عليك. والله العظيم يا بيي من لما سمعنا بالضرب اللي صار عندكم هون ما قدرنا نقعد ساعة واحدة بلبنان.
ألف الحمد لله بقيت سالم. الحمد لله يا ستي. ألف الحمد لله. الله لطف فينا، الله يرحم اللي راح. بس أولاد بلدنا حونا وكانوا قد الحمل. احكي لي يا بي، يعني بعدتك هون بالحارة شو عم تشتغل؟ والله يا ابني ما عم بشتغل شيء، مصلحتي دارة. بس إذا بدي بقى هون بالحارة بدي استكلي لي شي دكان واشتري عدة واشتغل. ما بدي ضل عايش على كتاف أبو عزام، وكل شي ساعدني فيه رح يكون دين برقبتي. من هذه الناحية يا بي لا تشغل بالك، أنا معي مصاري ورح ساعدك نشتري عدة ونرجع منفتح دكانة من أول وجديد. الله يرضى عليك، وهذا عشمي فيك يا يحيى. أحلى كاستين شاي اكرك عجام لأحلى رجال. يسلموا هيدو. هلي عمي الأفكار. يعني كان ضروري جيت النار مكتوبك وين؟ وانت ليش متضايق؟ لك هن ما رح يسكنوا معي، ما رح يسكنوا معي، لو مو ظابطة. لك لا يا أجدب، أنا شفان عليك، شنو رح يسكنوا بيت لحالهم وانت رح تترك البيت. وليش بقى؟ لأنك رح تنزرك، رح تنزرك وتترك البيت تمشي. شو يعني؟ لحما ما خطرت ببالي، يعني أنا رح أنزل بالصهاقب معروف؟ إيه نعم، ولا تقول عبو النار مليح، شنو ما رح يترك لك البيت. لحما لك وين بدي أقعد؟ مو سهلة، مو سهلة بنوب لاقي بيت بالحارة، مو هيك أبو معروف؟ بدك تنام بالطريق سيدي مشان تعمل لي حالك قدام الناس أبو ضاي وكريم وتاخد أبو النار على بيتك. مو عيب خليك تنام بالطريق لك أفكاح، شحها قهوتي بتنام فيها. بدك اياه ينام بقهوتك وبيته تسيحنا اياها؟ لكان مو عيب طالع الضيف برات بيته؟ لا بهي الحال معك، لازم يترك بيته وينام بالطريق. أب معروف، قلت الأفكح بينام عندي بالقهوة لبين ما يرجع بيته. يا لطيف، أنا شفت كرمة بس شرواك يا أبو الصيف بعمر علي. بالناس كلمة أب معروف. يا أهلا وسهلا بكبارية الحارة، شرفتوا. أهلين فيك يا أبو رمزي. الله يبارك فيك. نحن جايين مشان نطمن على شكري ونحكي جوز كلام. يا أهلا وسهلا يا أبو رمزي. شكري مثل ما هو ابنه، هو ابننا وابن الحارة، وما منرد له بنوب إنه ينأذى، واللي صار بينه وبين محجوب لازم ننساه، واللي بدك إياه بيصير. فيك البركة يا أبو نبيل بيك. أبو رمزي الله يقدم اللي فيه الخير، وأنا برأيي إنه شكري ومحجوب يتصالح، ومثل ما بيقولوا الصلة يا سيد الأحكام، ولا شو رأيك يا شكري؟ عداك العيب يا أبو بسام، كلام دغري. هذا الكلام مزبوط في حال كان الخلاف صغير وما له طعمة، موصى فيها دم. لا عمي، الصلح بيصير بكل الحالات، وهلا بمعية الحاضرين ومن بعد إذنك بدي اياك تهدي لي حالك شوي، تنسالي قصة محجوب وتدير بالك على شغلك وبس. لا يا أبو عزام، مو شكري اللي بيترك دم أخوه على الأرض، وحياة اللي خلاك لآكل من لحمه وأعمله عبرة لكل أهل الحارة. مو على كيفك بنوب، الكلام اللي عم نحكيه هو اللي بده يتنفذ. بعدين حاجة نطوتها هاي وعنترية على الفاضي، كنت رحت بشرب مي لو ما تركك محجوب. استحي بقى. طول بالك يا أبي. بعد في طول بالي يا أبي، خلصنا. أبو عزام، أنت حكيت اللي عندك وأنا حكيت اللي عندي، والله يرضى عليك صوتك بيعلى على ابنك ببيتك مو علي ببيتي. هذا كلام ما بيجوز. لك أنت واحد قليل أدب، مالك علاقة برجال. اللي ما عنده كبير بيروح بيشتري كبير، واللي ما بده يسمع كلام الكبار يروح يقعد بين الحريم. شكري ما بيصير هيك. اعتذر من عمك أبو عزام. ما غلطت ما ولا اعتذر منه، هو اللي عم يغلط علينا وببيتنا. لك السعي بهدلتني بين الناس. احترم حالك لك شكري، انت زودت كتير. ها اتركوا يا بي، اتركوا، ما كان في داعي لجيتنا. ليك وانا من هاللحظة ماني مسؤول عنك بنوب. ها هيك انت عيني، انت بحالك ونحن بحالنا عمي. انت عن جد واحد وقيح. ايه لا بدك تطول بالك صهر، تضيفنا وبيتنا ما بيجوز. حسام لا تتعاطى معه، هذا واحد ولد ما بيستاهل. هذا الولد بتشوفه بعينك شو راح يعمل يا ابو حسام. تفضلوا يا جماعه، يمكن غلطنا لما جينا لعندك. طولوا بالكم يا جماعه، قاعدين يا جماعه.
يا الله يا الله، شو صار لك شكري؟ شو هيك تحاكيهم؟ لك مو سمعان هالقطش واللحش اللي عم يحكوا فيه؟ لك خلصنا بقى شكري، خلصنا، عيب عليك، دوم يضلوا عضوات الحارة. اقعد